اشهر لعبه في صغري انا كانت لعبه الخارطه. تشتغل نرسم الخارطه ونلف حوالي المخيم. انا بستغرب اليوم شباب بيعرف كم ثانيه من المخيم. فاحنا نتنافس يعني بدنا ما نرسم الخارطه وكثير. فانا عارفين حافظين عارف الشارع اللي احنا فيه وعارفين وكان ثقه في اللعبه انه احنا ما نغشش. دار سعيد بعدين نروح عند دار الشمال بعدين نمشي عند دار الطيور بعدين ننزل يعني باب الاحمر وهن نروح طلع البيت طاي انا اياك يا خالد تاكل خريطه Yeah.